وهو علاش المنتخب الوطني اللي برز عالميا وصنف الرابع عالميا في المحك الإفريقي كان شبه غائب وكان أعطى نتائج غير متوقعة نهائيا. وساعتق هاد الشيء قلناه قبل كأس إفريقيا للأمم، ربما في حوارات في نقاشات وفي إشارات قلنا بأن الفريق الوطني ديال 2022 لعب في قطر راه لن يكون في نفس الوضع عندما يلعب في إفريقيا. علاش؟ إفريقيا لها طقوس خاصة، الملاعب، الطقس، طريقة اللعب ديال الأفارقة. دابا كتلعب مع فرقة إفريقية يماركي عليك البيت يبقى يطيح وينوض وينعس ويضرب ولا تضربو، المهم جميع الوسائل باش يضمن النتيجة. ملي كتجي دابا مثلا أنا كنقولها يكفي أنك تلعب مع فريق إفريقي وراه معروفين، يعني المنتخب الوطني اللي حالي اللي تنفتخروا به خصو يدير واحد حصص ديال المسرح. لا غير مسرح دابا، المهم ربما ساعتي قد تتكلم عن كأس إفريقيا الأمم الأخيرة اللي كانت في كوت ديفوار. كنظن بأنه أنا كنعتبره شخصيا كان واحد سوء تقدير ديال المدرب الركراكي في الوضعيات في المقارنات التعامل الاختيارات أيضا، لأنه أنا ربما كان الركراكي يلعب في كأس العالم ولا عنده واحد تعاطف مع واحد اللاعبين المعينين، واحد العلاقة خاصة مع واحد اللاعبين المعينين، ولكن راه ملي كنوصلوا للمرحلة ولا كنوصلوا الاختيار الصحيح راه خصنا نزولوا العاطفة ونختاروا الأصلح لتلك المقابلة ولا لتلك الدورة، ما كنختاروش بناء على القناعات ديالنا ولا بناء على العواطف ديالنا، كتجردوا منها ترادي. إذا كنظن هذا هو اللي كان سبب، وكنظن بأن الركراكي راه خاد درس من هذا كأس إفريقيا للأمم، كأس إفريقيا الأمم اللي خصنا نديوه بحكم أننا البلد المنظم. متفق معاه؟ أنا متفق مع سي حسن، غير هو النتائج تحققت في قطر كانت سلاح ذو حدين. نتائج اللي عطتنا واحد الصورة مزيانة على المستوى العالمي وبينت الكرة المغربية وتنصفات الكرة المغربية، ولكن كنا كنعيشوا على ذاك الحلم الجلباب ديال تماما ونسينا أن إفريقيا شكل آخر. راه حاجه اخرى، لا في الملاعب كي قال سي حسن، لا في الطقس، لا في التحكيم، لا في نوعيه الجمهور، لا في التشجيع، لا في يعني الانفراستركتور، حتى الاوطيلات اللي غتسكن فيهم هذا ماشي هما قطر ولا حتى اللاعبين اللي كيلعبوا عندك كيلعبوا في ملاعب اللي هي مزيانه، كيلعبوا في طقس اللي هو مزيان، هنا كلشي كي يعني كيختلف على دوك اللاعبين اللي جايين من اوروبا. هنا كان خاص شويه ديال كان الركراكي مثلا في عوده ديك التشكيله اللي خدا كان ياخذ اللاعبين المحليين. لا ماشي شنو كان البديل، شنو كان حنا كنقولوا الاصلح.